السلام عليكم، أهلا بكم في قناة هاشتاج. حضرتك تفضل تشتري شقة ولا تشتري أرض وتبنيها بسعر الشقة؟ تابع معايا لآخر الفيديو علشان تعرف القصة فيها إيه. قبل ما نبدأ في الشرح، حضرتك لو كنت أول مرة تدخل على القناة وتشوف الفيديو، أتمنى من حضرتك الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو، لأن ده بيمثل دعم كبير لينا وبيشجعنا على الاستمرار. حضرتك لو قدامك فرصتين، الفرصة الأولى إنك تقدم على شقة إسكان اجتماعي لفئة محدود الدخل، مساحة 90 متر متشطبة، والفرصة الثانية أنك تقدم على أرض إسكان اجتماعي برضه وتبنيها بنفسك وبسعر مقارب لسعر شقة إسكان اجتماعي المتشطبة، تختار إيه؟ في واحد هيقول يا عم إيه الكلام ده؟ هو معقولة سعر الشقة المتشطبة 90 متر زيها زي سعر الأرض وتبنيها كمان؟ هقول لك آه. تعالى كده واحدة واحدة مع بعض وأنا هقول لك إزاي. بداية، احنا كلنا عارفين ان وزارة الاسكان هتطرح الاعلان ال 14 الخاص بشقق الاسكان الاجتماعي لفئة محدود الدخل، وده نازل بعد شهر على حسب تصريحات الدكتور مي عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وانا عملت فيديو خاص بالموضوع ده هتلاقيه على القناة، وهسيب لك الرابط بتاعه اسفل الفيديو ده في الوصف. من ضمن تصريحات الدكتورة مي ان قالت ان متوسط سعر شقة الاسكان الاجتماعي 90 متر متشطبة 250,000 جنيه، وكمان سعر الشقة دي ممكن يوصل ل 350 ألف لو هتقسطها لمدة 20 سنة. على الجانب الآخر، وزارة الإسكان طرحت أراضي إسكان اجتماعي يوم 13/9 بمقدم 25 ألف جنيه بمساحة تبدأ من 209 إلى 287 متر ب 11 مدينة على مستوى محافظات الجمهورية. وأنا عملت فيديو شرحت فيه بالتفصيل الموضوع ده، وهتلاقيه على القناة وهسيب لك الرابط بتاعه أسفل الفيديو ده في الوصف. قطعة الأرض اللي بتاخدها بتقدر تبني عليها مبنى مكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة، وطبعا في كل دور شقة واحدة، يعني قطعة الأرض الواحدة بتعمل أربع شقق. ومن الحاجات الحلوة في التقديم على الأراضي إن ممكن أربع أشخاص بيقدموا على قطعة واحدة، يعني كل واحد بيكون ليه شقة في قطعة الأرض. في واحد ممكن يقول يعني حضرتك تقصد إيه؟ وإيه علاقة الكلام ده بموضوع إن سعر شقة إسكان اجتماعي بنفس سعر الأرض المبنية في تقديم أراضي الإسكان الاجتماعي؟ يعني حضرتك تقصد ايوه بالظبط، هو ده اللي انا اقصده، انك ممكن تقدم انت وثلاث اشخاص تانيين على قطعه ارض اسكان اجتماعي وتبنيها وكل واحد ياخد شقه. معقوله سعر شقه اسكان اجتماعي نفس سعر شقه في ارض اسكان اجتماعي؟ ايوه. يلا مع بعض نحسبها بالارقام. هناخد مثال عملي بالارقام على الاراضي اللي نزلت في مدينه العاشر من رمضان، وهناخد المساحه 209. سعر متر الارض في مدينه العاشر من رمضان 1420، زي ما انتم شايفين كده 1420، والمساحة 209، يعني 209 في 1420 اجمالي سعر الارض 296,780 جنيه. طيب ده بالنسبة للمساحة الاجمالية. نصيب الشقة الواحدة في الارض هيبقى كام؟ هنقسم الرقم ده 296,780 على 4 هيدينا 74,195، يعني الشخص الواحد من الاربعة هيدفع 74,195 في تكلفة الارض بالكامل يعني. طيب دي تكلفة الأرض. طيب الأرض أنا عايز أبنيها، هنشوف تكلفة البنى هتبقى كام. بالنسبة لتكلفة المبنى، المبنى طبعا مكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة، التكلفة بتاعتهم 650,000 جنيه، والتكلفة دي طبعا بتاريخ 8/2020، في مهندس طبعا كان حاسبها قبل كده. التكلفة بتاعتها 650,000 بتاريخ 8/2020، لأن ممكن بعد كده الأسعار ممكن تزيد أو ممكن تقل، ده طبعا متوسط تكلفة. أرضي وثلاث أدوار متكررة، ده مبنى طبعا، مبنى بالكامل يعني كل حاجة فيه، يعني أرضي وثلاث أدوار متكررة بالطوب كل حاجة. تكلفة السور 50,000 جنيه. طيب إجمالي تكلفة المبنى بالسور هيبقى كام؟ 700,000 جنيه. طيب ده المبنى بالكامل، الشخص الواحد هيكلف كام؟ تكلفة الشقة الواحدة بدون تشطيب 175,000 جنيه. تمام، طب أنا عايز أشطب. طيب الشقة دي مش متشطبة، أنا عايز أشطبها، والتشطيب طبعا بيختلف من شخص للتاني، في واحد عايز تشطيب عادي، في واحد عايز تشطيب متوسط، في واحد عايز تشطيب سوبر لوكس، على حسب يعني. واحنا هنا طبعا خدنا تكلفة متوسطة، مثلا الشقة الواحدة هتشطيب يعني بيبقى مثلا 80,000 جنيه. طيب يبقى كده تكلفة الشقة الواحدة متشطبة كام؟ 255,000 جنيه. تمام، ده تكلفة المباني. نجمع تكلفة المباني على تكلفة الأرض ونشوف نصيب الشقة الواحدة هيبقى كام؟ 255,000 جنيه، ده طبعا تكلفة التشطيب، زائد تكلفة الأرض 74,195، يبقى تكلفة الشقة الواحدة المتشطبة كام؟ 329,195 جنيه، ده تكلفة الشقة المتشطبة بالكامل في قطعة الأرض. طيب نعمل مقارنة بين تكلفة الشقة الواحدة المتشطبة وبين سعر شقة إسكان اجتماعي. الشقة إسكان اجتماعي 90 متر السعر بتاعها 250,000 جنيه،
نبص على الاراضي الاسكان الاجتماعي، الشقه فيها طبعا المساحه 209، بيبقى الصافي بتاعها 120 متر، يعني 120 متر صافي زائد حديقه. السعر هنا متشطبه في شقق الاسكان الاجتماعي 250,000 جنيه. طيب بالنسبه للشقه المتشطبه في اراضي اسكان اجتماعي بتبقى 329,000 جنيه. طيب انت هنا في فرق، يعني دي 250,000 ودي 329. خلي بالك، اول حاجه شقه الاسكان الاجتماعي 90 متر، اراضي الاسكان الاجتماعي 120 متر صافي، تمام. وشقه الاسكان الاجتماعي طبعا لما بتيجي تقسطها لمده 20 سنه بتوصل ممكن معاك 350,000 جنيه. طيب نبص على المزايا بتاعه الاسكان الاجتماعي، شقق الاسكان الاجتماعي، والمزايا بتاعه اراضي الاسكان الاجتماعي اللي هي الشقه في اراضي الاسكان الاجتماعي، عشان خاطر نقدر نقارن مقارنه حقيقيه على ارض الواقع. اول حاجه سعر الشقه في اسكان اجتماعي 250,000 جنيه، ممكن توصل زي ما قلت انا 350-370,000 جنيه لمده تقسيط 20 سنه. متوسط تكلفه الشقه في اراضي الاسكان الاجتماعي بتبقى 330,000 جنيه للشقه. طيب المساحه هنا في الشقه في شقق الاسكان الاجتماعي كام؟ 90 متر. هنا المساحه كام؟ 120 متر صافي بالاضافه طبعا حديقه. مدة التقسيط هنا في شقق الاسكان الاجتماعي كام؟ 20 سنة، وهنا مدة التقسيط 5 سنوات. بالنسبة للأمان، هنا طبعا مش هنقول ما فيش أمان، هو في أمان هنا. طيب أراضي اسكان اجتماعي الشقق اللي فيها تبقى طبعا أكثر أمانا عشان خاطر فيه سور من بره. بالنسبة للخصوصية والهدوء، شقق الاسكان الاجتماعي مش هنقول برضو ما فيش، في برضو خصوصية وهدوء، لكن الشقق الموجودة في أراضي الاسكان الاجتماعي بتبقى طبعا الارض بتاخدها وبتبني عليها وليها خصوصيه اكتر، وساكن مع اشخاص جيرانك انت بتعرفهم ومرتاح ليهم، بالاضافه طبعا يعتبر سكن عائلي شويه لان الاشخاص اللي انت بتسكن معاهم بتبقى اشخاص انت عارفهم. بالنسبه للتشطيب، التشطيب طبعا هنا شركات خاصه اللي بتشطب. بالنسبه لشقق الاراضي الاسكان الاجتماعي انت هنا بتبني بنفسك وبتشطب بنفسك، يعني عارف ايه اللي اشتريته والخامات اللي استخدمتها وشطبت بيها، يعني تبقى حاجه مضمونه انت عارفها. بالنسبه لشغل الاسكان الاجتماعي شركات خاصه هي اللي بتشطب، وانت مش عارف طبعا ايه الخامات اللي استخدمتها في التشطيب وفي البناء. بالنسبه للصيانه، يعني اكيد في حاجه هتبوظ في المبنى، هنا طبعا صعب جدا عشان خاطر تعمل صيانه في المبنى، بيبقى الموضوع صعب شويه وبياخد وقت في شغل الاسكان الاجتماعي 90 متر. اما بالنسبه للشقق اللي بتبنيها في اراضي الاسكان الاجتماعي، لو في حاجه باظت طبعا في المبنى بتعرف تجمع المبلغ المطلوب من جيرانك الثلاثه التانيين وبتعمل صيانه وبيبقى الموضوع سهل. يعني بالنسبة لرأيي الشخصي في الموضوع، أنا شايف إني لو أربعة طبعا اتفقوا مع بعض إن هم يقدموا على أرض إسكان اجتماعي ويبنوها بنفسهم هيكون أفضل بكتير من إنه يقدم على شقة إسكان اجتماعي 90 متر، علشان بتاخد مساحة أكبر وطبعا خصوصية أكتر وأمان أكتر وتشطيب وبناء أفضل وسهولة الصيانة، يعني حاجات كتيرة جدا مميزات في مميزات تانية. طبعا هنشوف مع بعض شقق الإسكان الاجتماعي وهنشوف مع بعض شقق اللي اتبنت في أراضي الإسكان الاجتماعي. اما بالنسبه لشقق الاسكان الاجتماعي 90 متر وده شكل المبنى من بره، وشقق الاسكان الاجتماعي بتبقى متقسمه من جوه على ريسبشن وثلاث غرف ومطبخ وحمام. اما بالنسبه شقق اللي بتتبني في اراضي الاسكان الاجتماعي بيبقى الريسبشن ثلاث قطع وحمامين ومطبخ كبير وثلاث غرف كبار جدا. طبعا حضرتك لو قدامك فرصتين، تشتري شقة إسكان اجتماعي 90 متر ولا تشتري أرض إسكان اجتماعي وتبنيها مع 3 أشخاص تانيين، هتختار إيه؟ لو في أي سؤال عايز تعرف إجابته سيب لي تعليق أسفل الفيديو وأنا هرد عليك إن شاء الله. في النهاية لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.